بداية وصول الدفعة الأولى من الأثاث للورشة في انتظار الباقي خلال الساعات القليلة القادمة المتبقية لتتواصل الأشغال، والفريق يضغط سير السرعة لإكمال آخر الأعمال. آخر خرجة رفقة العائلة دائما بقيادة مريم التي قامت بمجهود كبير لفائدة راحتهم. تختتم خرجاتها في محلات التسوق واقتناء أجمل الأزياء للعائلة التي سعدت كثيرا بكل ما قام به الفريق من خرجات. مدام كما وعدناكم رحنا عند الطبيب، بعدها رحنا تغدينا ودرنا لسيربريز العامر، درنا لانيفرسير تاعو، عملنا شوبينغ. تركيب آخر الأبواب والنوافذ ووضع اللمسات الأخيرة وتفقد كل كبيرة وصغيرة لإخراج أجمل تحفة فنية تعكس المجهود الكبير الذي قام به الفريق طيلة أسبوع من العمل. السلام عليكم. اصبر، مازالك هنا انت؟ ايوه مازالك هذا، مازالوا هنا. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شحال عباك صافي طروازو ملي جينا هنا؟ مازالك هنا انت 16 سنه وانت هنا؟ نعم 16 سنه. بالك انت القديم كاع هنا؟ فهمتو هذا؟ فهمتو بو حاتمي؟ تسمى البوش تعرفو خير من جيبك. ما شاء الله عليك. شوف خويا العزيز، نتوما سيرفيس ابري فونت، هادو ما راهمش اون باي، كاين دي بياس برك يتعاودوا. تعطل الآلات، السيارات، نقص المعدات والوسائل تأتي تباعا وكثيرا ما تعقد مأمورية الفريق، خاصة وأن عامل الوقت لا يخدمنا كثيرا، فأمور كثيرة لم تكن في الحسبان تعطل الفريق، لكن لا شيء يقف في وجه أناس مصرون وعازمون لبلوغ الهدف بأي طريقة كانت في مختلف الحالات، ولا تنقص من إرادتهم وعزيمتهم في اليد في اليد التي تعودت على كل هذه العقبات لمواصلة المشوار الخيري. وصول المطبخ من البوليدة من طرف تيليب، الذين كثيرا ما أنقذوا الفريق بمطابخهم الجميلة في عدة خرجات وفي عدة ولايات وليست فقط البوليدة.